اوكي، اذا تكمل في سكشن 0.2 اللي هو الريال نمبرز. نحن الريال نمبرز خصائصهم كيف نشتغل عليهم. هلا بدي اعطيكم مثلا تطبيقات وامثله، يعني more examples. فمثلا لو جينا ناخذ مثلا example بهاي الصوره، example جيت نحكي لك مثلا evaluate، يعني احسب. evaluate يعني احسب. if possible، if possible لانه مرات بيكون مش possible. evaluate if possible يعني احسب اذا ممكن، or اذا كان مش ممكن، or state ايش احكي انه meaningless. هلا شو معنى meaningless؟ meaningless يعني ممنوع نقسم على صفر. هاي meaningless معناها امتى بحطها meaningless؟ لما يكون في المقام صفر. هاي لما يكون المقام صفر. طبعا راح اعطيكم امثله هلا. طبعا احنا عندنا بالانجليزي هاي باست وهاي مقام. بالانجليزي يعني المقام denominator والباست numerator، عشان تبقوا عارفين. باست على مقام، الباست numerator، المقام denominator. اوكي، هلا مثلا نيجي على السؤال الاول. لو جينا سألنا السؤال الاول كالتالي، لو بدي اقسم مثلا جذر الثلاث على صفر، يلا هل مسموح نقسم على صفر في هاي الحالة؟ اللي بيعرف يرفع ايده. هل مسموح نقسم على صفر؟ مثلا شوف لي رافعين ايديهم. راما، نعم يا راما، افتحي المايك وجاوبي وبالاخر بتسكري المايك. نعم، لا ما بنفع. اذا شو بنحكي هون؟ meaningless. meaningless يعني فيش له معنى، يعني undefined، يعني شو هي مقسم على صفر ممنوع. طيب لو جيت رقم 2، جيت حطيت مثلا صفر تقسيم جذر الثلاث، اللي بيعرف يرفع ايده. يلا صفر تقسيم جذر الثلاث، مين رافع ايده؟ داليا، يلا يا داليا. meaningless. نو هون فيش في المقام صفر. هاي تعريف meaningless. تعريف meaningless يكون في المقام صفر. هلا انا عندي هون المقام فيش فيه صفر، لاحظي، وبالتالي صفر تقسيم اي رقم شو الجواب؟ صفر تقسيم اي رقم الجواب صفر، فيش مشكلة. تمام، يعني صفر تقسيم سالب واحد يساوي صفر، صفر تقسيم 0.91 يساوي صفر، إلى آخره. إذا كان البسط صفر فالجواب صفر ما لم يكن المقام صفر. هلا رقم ثلاث، لو جينا على رقم ثلاث وحكينا مثلا جذر الثلاث تقسيم جذر الثلاث، مين بعرف؟ هاي جوابها على السريع شفهي، مين بعرف شو جواب هاي؟ يلا يا لنا. واحد واحد، أي حاجة تقسيم نفسها الجواب قديش؟ جوابها دكتور، واحد. يعني هاي بدها تكون بوسيبل. هاي possible يعني فيش مشكلة، هاي possible وهي possible يعني هاي عادي، بس مش بحكي possible، بعطي الجواب. لما اعطي جواب يعني possible، لما اعطي جواب يعني possible، يعني انا عملت evaluation، يعني السؤال بكون evaluate احسب اذا ممكن، فانا حسبت، فاذا انا حسبت فهو possible يعني. هلا رقم مثلا رقم اربعة، لو جيت حكيت صفر تقسيم صفر، اللي بيعرف يرفع ايده. يلا صفر تقسيم صفر، مين رافع ايده؟ اللي بيعرف يرفع ايده. نشوف صفر تقسيم صفر. طيب في عنا ناس جداد مثلا ثراء، هاي ثراء قديش صفر تقسيم صفر؟ سمعني دكتور. قديش صفر تقسيم صفر؟ meaningless لأنه في ممتاز عندي في المقام صفر. ممتازة، إذا هاي مين انجلش. وبنفس الطريقة ممكن يعني مثلا هلا بدي أعطي أشياء أخرى، يعني كيف نتعامل مع الأولويات مثلا. فلو جيت عملت مثلا سالب اثنين تكعيب زائد واحد مثلا، شو الجواب بيطلع؟ مين بيعرف يجاوب؟ يلا اللي بيعرف يرفع ايده. يلا نشوف، ففي عندنا هون مثلا ما جاوبوش ورود. يلا يا ورود، سبعة كيف حسبتيها؟ سالب اثنين تكعيب، لا ثمانية بصير زائد واحد تسعة، والسالب بيروح مع التربيع. لحظة شوي تتسرعيش، هاي زائد واحد
صح هيك الجواب، سالب 2 قوة 3 يعني سالب 2 ضرب سالب 2 ضرب سالب 2 لا ويساوي بظل سالب. 2 ضرب 2 ضرب 2 8، سالب ضرب سالب موجب ضرب سالب بضل السالب. بعدين بدنا نحط موجب واحد، قديش سالب 8 وموجب سبعة، واحد؟ سالب سبعة. سالب 7. بدنا نتأكد ما نتسرعش، لأنه بالخيارات بيكون محطوط مثلا سالب 7 مثلا 9، بيكون محطوط مثلا سالب 9 مثلا، بيكون محطوط كمان إيش، كل الخيارات محطوطة مثلا 7، فبدنا ندير بالنا ونختار الإجابة الصحيحة اللي هي فقط سالب 7. ونشوف السؤال اللي بعده. مثلا لو العمل كالتالي، نحسب هاي مثلا سالب 1 مضروب في مثلا سالب 2 ناقص مثلا 4 مضروب في سالب 3، والجواب اللي بيطلع معنا مثلا بدنا نقسمه على سالب 7 زائد 2. يا مين بده يجاوب ولا غلطة؟ مين بحب يجاوب ولا غلطة؟ أوكي خلينا نشوف مع بعض مين رفع إيديه. إذا في عنا آيفون رفع إيده، نعم يا آيفون تفضل. هلقيت أول إشي منبلش عنا في الباسط، فمنحكي إنه الأولوية للضرب اللي هي سالب واحد في سالب تنين اللي هي سالب وسالب موجب، فبتطلع تنين ممتازة، وهي سالب ناقص بمحلها، 4 في سالب 3 سالب 12، هي سالب 12 فسالب وسالب بصيروا موجب. ممتازة. بس المقام شو بصير في المقام؟ المقام اللي هي سالب 7 زائد 2 اللي هي سالب 5، ممتازة، يعني شو بصفي في الباص؟ يعني بتصير 14 على سالب 5 اللي هي سالب 14 على 5. خلص تمام، هذا الجواب النهائي. بس معلش يا ايفون نحط اسمك، شو اسمك يا ايفون؟ اسمي ألاء عواسي. هلا عويسي، والاسم الحركي ايفون يعني. اذا نكتب نعمل رنيم ونعمل عويس. يلا نشوف مع بعض السؤال اللي بعده. اوكي بعد سؤال 6 نشوف مثلا سؤال 7. سؤال 7 بحكي مثلا لو بدنا نعمل هاي الحركة، مثلا لو كنا ناقص 1 على 3 زائد مثلا 5 ناقص 2 على مثلا 2 على 3 زائد ربع. يلا مين بقول لي شو اعمل هون، شو لازم نعمل؟ اللي بيعرف يرفع ايده، بدنا ولا غلطة. يلا شو ولا غلطة؟ اوكي مين بيعرف يجاوب ولا غلطة هون؟ اوكي في عنا ناتج دال ولا هم يعني. هل تشوف في عنا مثلا ندى؟ نعم ندى. واحد المقامات اوكي بنوحد مقامات، بس يبدو انه في عندنا مقامات موحدة زي هاي مقام زي موحد وهاي مقام سالب موحد. واحد على ثلاث، هاي سالب بصير واحد على ثلاث ناقص اثنين على ثلاث تطلع سالب ثلاث على ثلاث خليك معي، هاي بجيب السالب اللي هي 1 وبجيب سالب 2، صح هيك؟ هاي جبناهم لأن المقام موحد. بعدين شو بضل عندي؟ بضل عندي زائد 5 زائد زائد 1 على 4. ربع قديش سالب 1 وسالب 2؟ سالب ثلاث سالب 3 على 3 زائد 5 زائد ربع. طب قديش سالب؟ سالب ايوه سالب ثلاثة على ثلاث سالب واحد زائد خمسة زائد ربع، سالب واحد زائد خمسة سالب أربعة، سالب أربعة سالب 4 ولا سالب 4؟ أربعة أربعة، وكيف 4 زائد ربع؟ بنحط على اللي هي الأربعة بنضربها بأربعة. من واحد مقامات يعني، صح؟ من واحد فبصير المقام ممتاز، هي صار بتصير مقام 16، موحد. 16 على 4 زائد 1 على 4 17 على 4. ممتاز أحسنت، طيب جميل جدا. إذا هذا إيش زي سؤال مراجعة. إذا نستنتج هلا من هون بعض الأشياء المهمة، إنه لما بدي أجي أعمل أنا عمليات حسابية في عندي أولوية. ففي العمليات الحسابية دائما الأولوية لمين بتكون؟ أولوية يعني priority، هاي يعني أولوية. لمين الأولوية في الحسابات؟ A priority in calculation. لما بدي أجي أعمل حساب لمين الأولوية؟ أول حاجة الأولوية لا البراكتس. شو يعني براكتس؟ براكتس يعني الأقواس. براكتس يعني هاي الأقواس، الأولوية للأقواس. بعدين ايش بيجي عندنا؟ رقم 2 الأولوية للباور.
كيف يعني باور؟ يعني مثلا بدي اعمل مثلا 2 قوة 3 زي هيك يعني باور. بعدين ايش بيجي عندنا؟ الاولوية رقم 3، الاولوية للضرب وللتقسيم من الشمال لليمين، ديروا بالكم from left to right، هيك الكالكوليتر بحسب بالكمبيوتر. وأربعة آخر حاجة بيجي عندي الجمع والطرح، بس إيش نفس الحاجة from left من الشمال لليمين to right، ولازم ننتبه لهي الأشياء. طيب أوكي، نشوف مثلا لو جينا نعمل زي examples على هاي الحسابات، وجينا حكينا مثلا على فرض أنا بدي أروح أطلع مثلا -2 مثلا قوة 2 وناقص 2 وفي الآخر كله زائد إيش؟ 2، مين بيجاوب على هذا السؤال ولا غلطة؟ اللي بيعرف يرفع إيده. يلا شوف، بدنا نجاوب على هذا السؤال، شو رأيكم؟ اللي بيعرف يرفع إيده، وجاء نرفع إيدينا بدون ما نفتح المايك. يلا يا محمود، محمد داوود، يلا يا محمد داوود. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك، تفضل. أول شيء -2 تربيع اللي هي 4، طلع الأولوية للأقواس صح؟ إذا لازم نبلش صحيح بالأقواس، فبشتغل جوا الأقواس. سالب 2 تربيع كده 4، 4، وهي -2 زائد 2. 4 ناقص 2 زائد 2 الأولوية تطلع 2 زائد 2 ممتاز. 2 لا، أولوية للأقواس، فبطلع الجواب النهائي كديش؟ 4. أحسنت. طيب جميل جدا. نشوف كمان مثال، هذا مثال مثلا وليكن رقم 1. لو نشوف مثلا رقم 2، على فرض بدي أعمل 8 تقسيم مثلا 3 في 3 زائد 1 ناقص 2. يلا مين بده يجاوبني على هذا السؤال؟ لاحظوا، بدنا نشوف مع بعض مين يجاوبني على هذا السؤال. تنسوش إنه بدنا نعطي أولويات هون. يلا يا آية جبرين، آية نعم، يلا يا آية نعم، جاوبينا على السؤال. 3 زائد 1 4، احكي أربعة ناقص احكي الأولوية للأقواس، تمام. الأولوية للأقواس 3 زائد 1 4، احكي أربعة احكي أول إيش من الشمال لليمين صح؟ تمام. يلا ما هي نفس النقل، طب يلا خلص. وبعدين ناقص 2، بصير 8 تقسيم 3، 8 8 تقسيم 3 مضروبة في 3 إيش؟ مضروبة في إيش؟ بالـ4 ناقص 2، في 2. لا طيب بالـ12 تمام. إيه، يلا شو أعمل هلا؟ هسه بنروح على الشمال، أيوة 8 تقسيم 3 اللي هي بتطلع أستاذ بالـ10. ماني فاهم عليك، معاك ماني بالعماد، عملت هيك، هاي 8 تقسيم 3 ضرب 2 صح، بين صح هيك؟ صح هيك صح، مزبوط. شو أعمل مزبوط. بعدها؟ 8 تقسيم 3 حكيم بتطلع بالـ10، لو ضربناها بـ2 بزبط. ما في شيء بزبط وبزبطش، لما يبقى في عندي ضرب وتقسيم بدي أطبق هاي القاعدة، شو الأولوية؟ للليفت طيب للشمال، وين الشمال هون؟ لما يبقى في عندي اللي هي ضرب، 8 تقسيم 3 لحظة لحظة، أقواس. في عندنا ضرب وتقسيم، الأولوية للشمال معناتها أنا بدي أجي أحط من عندي أقواس هلا، أنا لحالي بيجي بحط القوس من عندي، هذا القوس بحط لحالي هيك لازم، هذا الأولوية لهي، فبصير الجواب 8 تقسيم 3 مضروب في إيش؟ في 2. اثنين وهي 2 كان المقام تبعها شو بكون؟ بنوزعها 1. واحد كيف بنضرب هلا؟ 8 ضرب 2 ضرب 2 على 3 ضرب 1، عزيز ضرب 1 يعني الجواب النهائي شو بطلع؟ 16 3. أما اللي بيعمل هيك طلعوا كيف، اللي بيعمل هاي الحركة بيجي بكون، مظبوط، ضربت بعده ليه؟ اسمع شوي، إذا واحد بيجي بيعمل هاي الحركة 8 تقسيم 6 ويساوي 8 على 6 ويساوي 2 على 2 يعني 4 على 3، فهذا الحل خاطئ. انتبهوا، ممكن تلاقوا هذا الخيار بالخيارات، ممكن تلاقي A 4 على 3، B 16 على 3، C أشياء ثانية. شو الجواب الصحيح هون؟ الجواب الصحيح هو 16 على 3، فديروا بالكم الأولوية في الضرب والتقسيم الأولوية للشمال، بس إذا كان في قوس الأولوية للقوس. أوكي
تمام، مين كان يحكي عندي سؤال؟ مين اللي سأل؟ مين سأل؟ تنسوش يا جماعة هون، أنا دكتور. تنسوش يا جماعة هون ما في عندي توحيد مقامات، هون ضرب، هذول هاي اسمها ضرب الكسور. لما أضرب الكسور بضرب البسط في البسط والمقام في المقام. هون ما في عندي توحيد مقامات، ليست لا, لا, لا يوجد هون إيش؟ لا يوجد توحيد مقامات هون، توحيد المقامات فقط في الجمع والطرح. نعم تفضل. كنت أسأل إذا نعمل ضرب تبادلي. وين تعملي ضرب تبادلي؟ وين؟ لا خلاص انتبهت للحل. ايوه بدنا هنا ضرب الكسور، طلعوا كيف هيهم جماعة، طلعوا عليه A على B ضرب C على D. الجواب بيجي بحكي A ضرب C و B ضرب D، بس لما اجي احكي انا مثلا 2 على 3 زائد 3 على 2، هون لازم اوحد مقامات، لانه في الجمع والطرح هيو جمع الكسور هذا جمع، نوحد مقامات، بيجي على 3 هون بضربها في 2 وفوق بضرب في 2، وبروح على 3 على 2 هاي بضرب فوق وتحت في ايش؟ بضرب هون في 3 وبضرب هون في 3، مش انتم تكونوا عارفين. يعني انا هون شو ضربت؟ ضربت في المقام، هون ضربت في 2 في 2 في نفس الرقم اللي هون، وهون ضربت في 3 في 3 نفس الرقم اللي هون، عشان اوحد المقامات. هلا اسم توحيد مقامات، يعني لازم يطلع معنا المقام هاي هون 6 وهي هون المقام 6، صاروا جاهزين. هلا فوق بصير 4 وهون بصير 9. هلا المقامات موحدة ما بصيب المقام هلا، فبيجي بحكي 4 زائد 9 13. بينما في الضرب لو جيت أعمل كالتالي مثلا 2 على 3 ضرب 3 على 2، فالجواب بيطلع 2 ضرب 3 على 3 ضرب 2 ويساوي 6 على 6 ويساوي الجواب 1. فننتبه شو الفرق بين توحيد المقامات وضرب الكسور. في الضرب بضرب مباشرة. طيب نحط كمان اكزامبل، بحكي لنا السؤال انسيرت، انسيرت يعني أدخل. هاي الإشارة يا بتحط لي إشارة أصغر، يا بتحط لي إشارة أكبر، يا بتحط لي إشارة يساوي. يلا هات نشوف مع بعض، زي طلابنا اللي في الصف الرابع، بس نشوف أنتم أشطر منهم. هات نشوف شو رأيكم، مين بيعرف السؤال الأول؟ في عندي هون سالب ثلاث، وفي عندي هون مربع، وفي عندي هون مثلا 0.1. اللي بيعرف يرفع إيده. يلا مين نحط إشارة أكبر ولا أصغر ولا أقل ولا يساوي؟ هات نشوف، بيعرف يرفع إيده، أنه أكبر سالب ثلاث ولا 0.1؟ يلا في عنا طلاب جداد مثلا، في عنا علي، نعم يا علي 0.1 يا دكتور 0.1 أكبر، معناته بنحط أكبر. الإشارة 0.1 أكبر بنحطها الإشارة. تنساش أنا عندي هون هاي خط الأعداد، هاي 0.1، هاي هون الصفر قريب عليه، هاي هون سالب واحد، هون سالب اثنين، هاي هون سالب ثلاثة. لاحظوا اوكي، هي سالب اثنين هون، بس اعدل السالب اثنين. اوكي سالب واحد عشان ما يكتبش عربي، بكتب بالانجليزي. هي سالب واحد، هي سالب اثنين. لاحظ دائما وابدا الرقم اللي على اليمين، انو اللي على اليمين وانو اللي على اليسار، دائما وابدا، دائما وابدا اليمين اكبر من اليسار، دائما الرقم اللي على اليمين اكبر من الرقم اللي على اليسار على خط الاعداد دائما. طيب شوف المثال اللي بعده، شوف كمان مثال، انو اكبر مثلا نص زائد ثلث اكبر ولا مثلا 5 على 6؟ مين بيعرف يجاوب؟ يلا اللي بيعرف يجاوب يرفع ايده. نشوف مع بعض، انو الاكبر نص زائد ثلث ولا 5 على 6؟ هات نشوف، فينا طالب اسمه ليث، نعم يا ليث. بنوحد المقامات أول إشي، يا سلام عليك، يلا واحد المقامات، شو بنعمل؟ ضرب ثلاث ضرب ثلاث، ايوه ضرب اثنين ضرب اثنين، ممتاز، فشو بصفين هذول؟ نجمعهن اللي هي 2 على 6 زائد 3 على 6 ايوه قد يطلع الجواب؟ 5 على 6. إذا إحنا في عندنا هون 5 على 6، وفي عندنا مربع محطوط فيه 5 على 6، شو رأيك يا ليث؟
متساويات. ايوه، شو يعني متساويات؟ اني اشاره نحط المساواة. ممتاز. اذا هنرى على خط الاعداد نفسهم، على خط الاعداد اكس الرقم 5 على 6 هو نفس هذا الرقم، هذا الرقم هو نفس ايش؟ هو نفس النتيجة على النص، تجمع له ايش؟ ثلث، نفس النقطة بعطيكم. طيب جميل جدا. نشوف كمان مثال اخر. مثلا لو حكينا مثلا 0.666 وإشارة و2 تقسيم 3. هلا معك آلات حاسبة وجوالات، قسموا 2 على 3 تقسيم 6666 تقسيم، سوري، قسموا 2 تقسيم 3. هلا حدا فيكم قسم 2 تقسيم 3؟ مساواة. آه بطلع مساواة، معقول؟ متأكدة؟ 2 تقسيم 3 هذا بعض طلع كيف؟ هاي مساواة دكتور. 0.666. خلينا نشوف. طيب 2 تقسيم 3 أنا قسمت عندي على الجوال، طلع معي جواب زي هيك 6 6 6 6 6 6 إلى آخره، صح ولا لا؟ ما لا نهاية، مش متساويات. ها؟ إذا طلعوا أول 3 خانات، هي هون، هي أول 3 خانات بعد الصفر، هي أول 3 خانات بعد الصفر، أنو الأكبر؟ الأكبر لسه في هون صح؟ هذا الرقم أكبر، بدنا ننتبه إنه ما فيش يساوي هون، ما بزبط نحط يساوي، فالإشارة إنها إيش؟ إنه 2 على 3 أكبر. كويس؟ طيب لو جينا نشوف مثلا كمان مثال آخر على التقريب، لو جينا نشوف مثلا باي، إحنا بنعرف الباي لو بدي أشوف أنو أكبر، باي ولا 3.14؟ نفس الحاجة، بروح على باي، لو تقسمه مثلا 22 تقسيم 7، إذا بتقسم 22 تقسيم 7، ما هي باي هي عبارة عن 22 تقسيم 7 تقريبا، يعني استعد السنة، فشو راح يطلع معنا؟ راح يطلع معنا الرقم الثالث 3.14، ونكمل هلا بيجي كمان 2 8 5 7 إلى آخره. شو رأيكم، أنو أكبر، الرقم اللي على اليمين ولا الرقم اللي على الشمال؟ باي باي. باي إذا باي. باي هو الأكبر، يس؟ إذا باي الأكبر، فبدنا ننتبه أنه الأكبر. تمام، إذا هي صار عندنا معلومات قيمة. طيب بعطيكم سؤال مقدمة لفكرة جديدة هلا، لو جيت حكيت لكم أنه أكبر، القيمة المطلقة للسالب 3 زائد القيمة المطلقة ل 2، ولا أكبر مثلا اللي هي القيمة المطلقة لسالب 3 زائد 2، اللي بيعرف يرفع إيده، يلا اللي بيعرف يرفع إيده، نحط أكبر ولا يساوي ولا أقل، هات نشوف. إذا في عنا ناس جداد بدهم يجاوبوا، ولا هم في عنا ورود، يلا يا ورود. آه يا ورود، نعم. اوكي سو في مشكلة بالمايك عند ورود، إذا بنشوف مثلا حدا ما فيش عنده مشاكل. في عنا عايدة، يلا يا عايدة. دكتور، اللي راح تكون أكبر اللي هي السالب 3 لحالها في القيمة المطلقة، لأن لما نطلعها بتصير 3. طب طولي بالك، هات أشوف قديش القيمة المطلقة للسالب 3 3 زائد القيمة المطلقة لـ2؟ 2 2، يعني هذا الرقم اللي هون شو اسمه؟ 5 راح يكون هاي جوابهم. هاي 5. طيب نشوف الرقم اللي هون قديش. السالب 3 زائد 1 اللي هي سالب 1، لما نطلعها من القيمة راح تكون 1. ممتاز، هاي تعطيكي 1، إذا شو نحط هون؟ اللي أكبر الخمسة. ممتاز أحسنتي. إذا هلا بنعطيكم فكرة إيش القيمة المطلقة. إذا هلا بنيجي على إشي اسمه القيمة المطلقة، وأحكي لكم عنها شوي. مثلا شو هي القيمة المطلقة للرقم؟ لو جيت انا حكيت لكم على شيء اسمه absolute value، absolute value يعني ايش؟ القيمة المطلقة. مين بقول لي يعني لما ايش انا احكي لكم مثلا ايش القيمة المطلقة للسالب 2؟ شو جوابها هي؟ القيمة المطلقة للسالب 2 شو جوابها يا جماعة؟ جوابها قديش هي؟ هي جوابها 2. شو معناها اللي في البني هاي؟ البني شو معناها؟
القيمة المطلقة باختصار يا جماعة، القيمة المطلقة باختصار هي المسافة عن الصفر. هاي تعريفها باختصار هي المسافة عن الصفر. أوكي؟ معناته شو معنى القيمة المطلقة للسالب 2؟ يعني المسافة بين الصفر والسالب 2، المسافة بينهم. فبيجي برسم خط، هاي اكس، ودائما بحدد الصفر دائما. بيجي بحكي السالب 2 هاي سالب 1 هاي سالب 2. فبيجي بحكي كم هاي سالب 2 تبعنا، هاي شايفينه؟ هاي سالب 2. المسافة، هلا ديروا بالكم كلمة مسافة ولا مرة سالب. المسافة دائما شو مالها؟ المسافة دائما وأبدا يا بتكون موجب يا بتكون المسافة صفر. أما ما فيش سالب، ما في سالب. هلا أنا بدي أحكي مسافة، معناته أنا بدي أعد خطوات. هاي من هون لهون في خطوة، ومن هون لهون في خطوة، ففي عندي خطوتين، فبطلع معي الجواب قديش؟ خطوتين، هاي واحد هون هاي واحد هون. فدائما القيمة المطلقة لأي رقم هي المسافة عن الصفر. هيلا نشوف مع بعض هلا أمثلة. مثلا examples، واحد، شو القيمة المطلقة للأربعة؟ شو الجواب؟ أربعة. واضح سهل هذا. طيب شو القيمة المطلقة للسالب 3 على 2؟ مين بعرف؟ بس بقيم السالب باختصار يعني، فبصير 1.5 يعني 3 على 2. شو القيمة المطلقة ل 0.978 اللي هو؟ بطلع نفس الرقم ولا شيء، بس المهم قيمة مطلقة. شيل السالب، فيش شيء بيطلع سالب بالقيمة المطلقة. القيمة المطلقة للصفر، شو الجواب؟ صفر. يعني قديش مسافة الصفر عن الصفر؟ هي صفر. والقيمة المطلقة لسالب جذر 5، الجواب جذر 5. تمام؟ فهذا هي تعريف ايش القيمة المطلقة. يعني باختصار إذا أنا بدي أجي أخذ قيمة مطلقة لرقم، بطلع على الرقم. إذا الرقم كان موجب بخليه زي ما هو. إذا كان موجب الرقم، إذا الرقم كان موجب بخليه زي ما هو. بس إذا كان الرقم سالب بعكس إشارته. إذا كان الرقم سالب شو بسوي؟ هاي الرقم، إذا بكى الرقم اللي هون سالب بضربه في سالب عشان يصير موجب. طبعا بإمكانك تحط يساوي، يا بتحط يساوي فوق يا بتحط يساوي تحت، ما بتفرقش يعني، لأنه فوق وتحت ما بتفرق. تمام، هذا هو. ف نيجي ناخذ مثلا هلا اكزامبلز اخر اخرى، يعني امثله اخرى على الاعداد الحقيقيه وتقاطع الفترات اند سو اون. فلو جينا عملنا الاكزامبل التالي، شوف مع بعض مثلا اكزامبل اخر. اوكي، الاكزامبل اللي بحكي كالتالي، فايند رقم 1. هاي مراجعة للدرس اللي خدناه المرة اللي فاتت. لما نشوف مع بعض شو التقاطع من ناقص انفينيتي لاثنين، تقاطع الاشي المشترك ناقص واحد لإما للنهاية. هلا كيف؟ والسؤال find and graph، وارسم كمان عشان ايش تفهم شو اللي قاعد بصير. فأنا هلا شو بسوي هون؟ بيجي برسم خط الأعداد. لاحظوا، بيجي برسم هاي خط الأعداد. أوكي، هاي خط الأعداد، برسم خط الأعداد. يا بعدين شو بحكي؟ هاي كلمة، هاي بحط عليه إكس مثلا، خط الأعداد. هلا شو في عندي أرقام هون؟ في عندي أنا رقم 2، هاي الرقم 2 هون، بس على سوى 2 الفترة مش مسكرة، فبعمل حلقة لأن 2 مش داخل هون. والفترة الأولى، هاي الفترة الأولى بتضم الأعداد من سالب ما لا نهاية لاثنين، فبيجي بحكي هاي الفترة الأولى، طبعا اثنين مش داخل. هاي هي الفترة الأولى، هاي شايفينها من سالب إيش؟ هاي بالأصفر. هلا الفترة الثانية، بيجي على الفترة الثانية بعين رقم آخر، كويس؟ فأنا هون بدي أعين رقم آخر، وليكن مثلا الرقم التالي مثلا اللي هو سالب 1. هلا انا بيجي على سالب 1، طبعا مفتوحة، سالب 1 مفتوحة، وبدي اخذ الارقام من وين لوين؟ من سالب 1 لما لا نهاية.
فبيجيب الأرقام من سالب واحد، طبعا سالب واحد مش داخل لما لا نهاية. هلا بسأل نفسي السؤال التالي، وين المنطقة اللي فيها لونين؟ المنطقة اللي فيها لونين هي المنطقة التقاطع، لاحظوا يعني هون عشان تبقوا عارفين هاي اللي هي هاي، وهاي المنطقة كلياتها يعني اللي الفترة الأولى من هون لهون، صح؟ هلا منطقة التقاطع واضح إنها إيش؟ هاي، هاي منطقة التقاطع، الأشياء المشتركة. يس، التقاطع يعني الأشياء المشتركة. فبيجي بكتب الجواب هون يساوي، باخذ الأرقام سالب واحد مش داخل، صغير للأول، واثنين مش داخل، وهيك أنا بكون جاوبت على السؤال. واضح؟ هلا لو أنا محلكم بعمل كمان مرات، يعني يمكن الأفضل عشان مرات الألوان بتصير تتداخل في بعض الألوان، بإمكاننا شو نعمل؟ نعمل هاي الحركة مثلا، هاي إكس، ويجي أقول هاي سالب واحد وهاي اثنين. مرات بيجي بعمل هاي الحركة، بيجي بحكي مثلا الفترة من سالب واحد لما لا نهاية هيها، هاي الفترة إيش؟ من سالب واحد لما لا نهاية، وبيجي بحط الفترة الثانية من سالب ما لا نهاية لعند اثنين، هاي الفترة من سالب ما لا نهاية لعند اثنين. فوين بتقاطعوا؟ لحالك انت هلا تقدر تيجي تتعلم المنطقة التقاطع هي. فهي كمان طريقة ثانية، بيجي بحكي التقاطع من سالب واحد لاثنين هي فترة التقاطع. كمان هاي طريقة يمكن الطلاب بحبوا يستخدموها. طيب نشوف مثال آخر، وخلي الطالب هلا يجاوب لنا على السؤال، كيف أعمل مثلا؟ ممكن يجي أحكي أنا مثلا بدي إكس أكبر من 4 and إكس مثلا أكبر أو يساوي مثلا سالب واحد. كيف هي أمثلها؟ مين بيحكي لي كيف أمثلها هي على خط الأعداد؟ ونشوف شو هم الفترة التقاطع. يلا هات نشوف، في حدا بيحب يجاوب معنا؟ في عنا زوم يوزر على حابب يحكي، مين هذا الزوم يوزر؟ أوكي يلا يا زوم يوزر، لازم تعمل رينيم. طيب نشوف مع بعض ملاك. نعم يا ملاك. اوكي رافعين ايديهم، يمكن ناسين ايديهم هذول. نشوف ثراء. طيب اه دكتور، يلا، اول اشي بدنا نبلش في الاكس اكبر من 4 اذا هاي اكس، بدي انا اكس اكبر من 4، فبيجي بحكي اللي هي من اللي هي من 4 على انفينيتي. الاربعه داخله لا جرباتكم هون، هون دائما وابدا بحط اصبعي، دائما بحط اصبعي على الاكس، هيك بقرا، بحط اصبعي على الاكس بحكي كالتالي، اكس اكبر من 4، وبالتالي هاي قيمه اكس انا بدي اياها اكبر من 4، والاربعه مش داخل، سو هاي معنى، هاي معنى اكس اكبر من 4. طيب مين بقول لي شو يعني اند؟ شو يعني اند يا ترى؟ اند شو يعني؟ يعني في نفس الوقت عندي إكس اند نفس اند يعني جهاز. تقاطع، اند يعني تقاطع. طب أوكي. طب مين بقول لي شو يعني عكس تقاطع؟ اللي هو اللي احنا بنعرف، احنا بنعرف انه في عندنا هذول الاشارتين، تقاطع اللي وهي، هي التقاطع، هي تقاطع intersection، صح؟ intersection يعني تقاطع، تقاطع يعني المشترك. طيب وهي شو معناها؟ union، صح؟ union يعني ايش؟ اتحاد، نحطهم مع بعض. تمام يلا، هي رسمنا خط وحطينا عليه الفترة الأولى، تمام. نيجي هلا على الفترة الثانية، ايش اعمل هلا في الفترة الثانية؟ اروح على الرقم سالب واحد، السالب واحد بيجي على يمين الأربعة ولا على شمال الأربعة؟ على الشمال، هاي على الشمال، احط حلقة مفتوحة ولا حلقة ملانة؟ مغلقة مغلقة، ملانة. ملانة لأنه ايش؟ سالب واحد داخل. طيب اروح على الشمال هلا، حط اصبعك على الاكس، يس يلا، هاي أكبر من السالب واحد إذا بروح لفوق ولا لتحت؟ على اليمين. على اليمين، إذا هلا أنا بدي أطلع على اليمين، وبالتالي بيجي بعمل هاي الحركة، هاي إكس أكبر أو تساوي سالب واحد. طب وين التقاطع يا ترى؟ يلا وين التقاطع؟ اللي هي من أربعة ل إنفينيتي، بس الأربعة داخلة. الأشارة لا مش داخلة، مش داخلة الأشياء المشتركة، هاي الأشياء المشتركة، صح؟ صح. الموجودة في الفترتين، لأنه الفترة من سالب واحد لأربعة هاي مش مشترك، هاي بس موجودة في الزهري مش موجودة بالأخضر، وبالتالي الجواب تبعنا رح يكون عندنا الإشي المشترك هو فقط
الجواب طبعا راح يكون ايش؟ فقط من الأربعة مفتوحة مش داخلة لما لا نهاية، هاي الجواب طبعا. طيب جميل جدا، نشوف كمان سؤال. دكتور نعم بدي أسأل، هسه لما تكون مغلق أو مفتوحة حسب أكبر أو أكبر ويساوي؟ طبعا، لما يكون في يساوي بنسكر، ولما تمام يكون مستر. لما يكون فيش يساوي يعني اوبن. فالجواب تبعنا النهائي، هذا هو الجواب النهائي، هذا جواب السؤال، هذا هو التقاطع. ايه هلا. دكتور نعم إيه، أنا كيف عرفت إني بدي أودي إني بدي أخلي هاي اللي هي إكس أكبر أو يساوي سالب واحد على الجهة اليمين؟ شو رأيك؟ أعطيني رقم، مش اتفقنا نحط إصبعنا على الإكس؟ أنا بدي الأعداد حزرية، أعطيني الأعداد اللي أكبر من سالب واحد، أعطيني أمثلة من عندك، يلا أعطيني مثال على رقم أكبر من سالب واحد أو يساوي. 3 4 5 خليكي معي، واحد واحد، يلا. 3، أوكي هاي 3. إيش كمان بدك؟ أربعة هاي الأربعة خمسة هاي 5 هون، فإيش كمان بدك؟ خلاص بظبط تعطيني أرقام من هون؟ لا فهمتي علي؟ عشان هيك باخذ الارقام اللي ايش؟ اللي اعلى من سالب واحد، نفس الحاجه باخذ ارقام هون اعلى من 4، عشان هيك ضروري احط اصبعي على الاكس عشان اجيب هاي الارقام اللي بتحقق هاي المتباين. طيب جميل جدا، شوف كمان مثال اخر. لو جينا على مثال رقم 3 وحكينا مثلا انا بدي من ناقص انفينيتي ل 7 مثلا اتحاد من 1 مثلا ل 5، يا مين بقول لي كيف اطلع هاي؟ يا اتحاد، تنسوش اتحاد، يعني نحط كل شيء مع بعض. يلا يا جماعة اللي بده يجاوبني يرفع ايده. ندى، يلا يا ندى. أول شيء بنرسم خط الأعداد يلا اوكي، هاي احسن خط اعداد، شو بنعين عليه؟ اللي هو السبعة، السبعة، هاي السبعة تيجي لفوق مفتوحة ولا مسكرة؟ مفتوحة، مفتوحة. ايش كمان؟ والخمسة خليكي معي، الفترة الأولى من سالب ما لا نهاية، من سالب ما لا لا نهاية لسبعة، كيف أعينها هاي؟ هي صح؟ عالية على اليسار على اليسار، هي من سالب ما لا نهاية لسبعة صح؟ صح. هاي شو بنعمل فيها؟ بنعملها اتحاد، تنسوش هاي اتحاد، يعني نحط مع بعض. طيب من 1 ل 5، من وين بيجي من 1 ل 5؟ اللي هي على يسار السبعة اوكي، هاي الخمسة هون مفتوحة ولا مسكرة؟ مفتوحة والواحد مفتوحة مفتوحة، وهي الفترة، هاي ديروا بالكم، هاي الفترة من هون، هاي الفترة من هون لهون، هاي اسمها الفترة من 1 ل 5 مفتوحة. يعني الاتحاد هلا لما نحطهم الاتحاد مع بعض، لما اتحاد يعني نحط كل شيء مع بعض، لما تحط كل شيء مع بعض شو بصير الجواب؟ من سالب ما لا نهاية إلى 7. ممتاز، الجواب النهائي من سالب ما لا نهاية لسبعة، يعني الفترة الكبيرة بتضم كل شيء، حطيناهم مع بعض نحن. طيب ممتاز، طب لو أنا أعطيتكم سؤال نفس السؤال، هاي 4، نفس السؤال من ناقص ما لا نهاية لسبعة اتحاد من 5 ل 10، يلا مين بده يعرف يجاوب هذا السؤال يرفع ايده، بده يجاوب السؤال يرفع ايده زي ما عملنا قبل شوي. بس بدي شو اعمل هون انا يعني؟ بس انا هون بدي اسكر على سوا العشرة، هيك اعمل زي هيك فترة زي هيك حتى اخلي الاشي فيه شوية فرق يعني بينه وبين اللي قبل. يلا مين بعرف، مين بعرف يحل لنا السؤال؟ في ناس بكتبوا على الشات يعني بدهم يجاوبوا، مثلا مؤمن، مؤمن بدك تجاوب، يلا يا مؤمن. مؤمن، رزان، نادين، حدا فيكم بده يجاوب؟ ولا هذول بدهم ينضافوا يعني؟ اوكي طب نرجع للي رافعين ايديهم، شهد، يلا يا شهد. أول إشي نرسم خط الأعداد. يلا نرسم خط الاعداد، هي احلى خط اعداد. اوكي هاي اكس. بعدين نعين ونحط الفترة، أول الفترة الأولى عيناها قبل شوي، هاي عندي أنا الرقم 7 طبعا فترة مفتوحة لأنه فيش يساوي، و يعني الفترة تبعتنا بهاي الصورة، ما تنسوش هاي من سالب ما لا نهاية لسبعة. طيب شو أعمل كمان هلا؟ عين الخمسة زي السبعة، عين الخمسة، الخمسة الخمسة بتيجي على الشمال لعند وين؟
عندي العشرة، شوف تحسب. العشرة على اليمين ولا على الشمال؟ لا على اليمين مسكرة ولا مفتوحة؟ بسكرها. لأنه في يساوي صح؟ وهي الأرقام تبعتنا من هون لهون. صحيح. يلا كويس؟ هلا هل كده السؤال بصير لما بدنا من نحطهم مع بعض، بدنا نحطهم كل يعني اتحاد، يعني بدنا نحطهم مع بعض، نحط الأعداد كلهم مع بعض في فترة، يعني طلع اللي هي 10 مسكرة لخمسة مفتوحة؟ هيك كل الأعداد يعني. طيب واللي هون حطيتيهم، اللي هون ليش واللي هون حطيتيهم ولا ما حطيتيهم؟ مش هذول على 10 مسكرة لما لا نهاية، 3 لما لا نهاية مفتوحة. أنو الأرقام اللي بتيجي للأول الصغيرة، أنو الأرقام الصغيرة للأول من ناقص ما لا نهاية لعشرة مغلق. طلع كيف؟ صحيح. اتحاد اتحاد، يعني بنحط هاي الأعداد كلها موجودة في الفترة الأولى، لازم تنضاف كلياتها. بعدين ايش نعم. السبعة؟ مش موجودة فيها السبعة، مش موجودة بالأخضر بس موجودة بالأحمر، فبدها تنضاف. لعند العشرة، العشرة مش موجودة بالأخضر بس موجودة بالأحمر، فبدي أحطها. واضح؟ فبصفي الفترة كلها اللي بالأصفر من سالب ما لا نهاية للعشر، هذا هو الاتحاد. أوكي، طيب خليني أعطيكم كمان سؤال مثلا زي هيك. لو حكيت مثلا إكس أكبر أو يساوي من سالب 6 أور مثلا إنه إكس مثلا أكبر أو يساوي سالب أو أقل مثلا من سالب 1، يلا مين بيعرف؟ تنسوش يا جماعة، يونيون يعني اتحاد، وبرمز له بالرمز ايش؟ مرات بحكي عنه اور، بس التقاطع بحكي عنه اند. فركزوا معي في السؤال اللي تحت، السؤال اللي تحت شو في عندي هون؟ في عندي اور يعني ايش؟ اور يعني اتحاد، يعني بنحطهم مع بعض، هاي يعني ايش؟ يعني اتحاد. هلا يلا مين بيحب يجاوبني على السؤال رقم 5؟ هات نشوف مين رافع ايديه. هم بدنا ناس جداد غيرهم. يلا في عندنا مثلا آية، يلا يا آية. نرسم أول إشي هسا إكس، نرسم خط تقاطع إكس أكبر ويساوي طيب واحدة واحدة، هاي خط، تمام. هاي اكس، بعين عليه السالب آه 6، هاي السالب 6 بالضبط، هاي مسكرة الساعة 6 مغلقة. مغلقة، ممتاز. أروح على اليمين ولا على الشمال؟ لا هسا منروح على إكس يمين بدها. يلا بحط اصبعي على اكس. ها انا شو بدي هون؟ بدي الاعداد اللي اكبر من السالب 6، معناتها بطلع على هيك صح؟ بالضبط. هاي معناها، أكثر هاي معناها اكس، طلعوا هاي معناها اكس اكبر او يساوي سالب 6، صحيح؟ يلا صح. الفترة، الفترة الثانية شو اعمل فيها؟ أكبر ربي أصغر من سالب واحد، اللي السالب هي واحد، سالب السالب واحد وين مفتوحة. ساكن؟ السالب واحد وين ساكن، على اليمين ولا على الشمال؟ يعني يمين يمين ممتازة. هاي سالب واحد مفتوحة ولا مغلقة؟ مفتوحة نخليها لأنه ما في مساواة. ممتاز. وهي إصبعنا على إيش؟ على الإكس. بدي الأعداد اللي أقل من السالب واحد، على اليمين ولا على الشمال؟ على اليمين. لا اللي أقل من تن علقت. اعملي عيد أب، السؤال، اعملي أبديت ريستارت. عيد السؤال دكتور. وين نروح، على اليمين ولا على الشمال؟ شو أعطيني رقم أقل من سالب واحد، 1 0. أعطيني رقم أقل من سالب واحد. أنت وين ساكنة عمي؟ رام الله. الزبالة. إذا في رام الله. سالب 2 سالب 3. أيوه هي، عصبوا واي شوي. عصبوا الغزاز، وأحسن هيك يعني. ها إذا بدنا أرقام من وين إحنا؟ بدنا أرقام أقل من سالب واحد، يعني يعني أصغر قصدك؟ شمال هسه طبعا شوي. أقل يعني أصغر. شو أنا بحكي؟ بني بالضبط. بحكي عربي. سالب أقل اثنين يعني، سالب 3 سالب 4 سالب 7 سالب 8. يعني وين اروح، على اليمين يمين ولا على يمين الشمال؟ يمين الشمال. الله يعوض، عشمال على الشمال، عشمال على الشمال. الشمال يا زلمه. ايوه هي على الشمال. وين لأن بدك تروح؟ اليمين موجب. صح النوم. اذا شو بنحكي صباح هلا؟ الخير. هكذا شو بنعمل؟ بدنا نعمل اتحاد. اتحاد شو رايكم بدنا نحط كل هاي الارقام يساعد مع بعض؟ في يلا حطينا كل شيء مع بعض، طلع كيف؟ يعني ببلش من سالب ما لا نهاية، هاي الأرقام كلها موجودة في الأورق، في الأورنج، في البني، في اللون البني، كلها هاي الأرقام موجودة في اللون البني، كلها بتنحط.
تمام. بعدين شي سالب واحد مش موجود في البني بس موجود في الاخضر كله بنحط، بنحط. اللي بعده كله موجود في الاخضر بنحط كله. فشو تمام. شو بنستنتج هون؟ من سالب لا نهاية لعمل لا نهاية. اذا شو بيطلع معنا الجواب؟ من سالب ما لا نهايه لوين؟ ده ما لا نهاية. احسنت. اذا هلا بيجي بحكي يعني كل الاعداد الحقيقيه صح؟ من سالب ما لا نهايه لما لا لما نهاية لا نهاية. يعني كل الأعداد الحقيقية صح؟ ما ضلش ولا واحد صح. برا، كلهم دخلناهم في الفترة. المهم نعرف نرسم ونعرف نطلع الأرقام بشكل صحيح، فهي نقطة مهمة جدا. طيب لو نفس السؤال بس شلت السالب 6، شلت السالب، نفس السؤال بدي أرجع أحل نفس السؤال، لاحظوا هاي سؤال 6، بدي أحل نفس السؤال بس بدي أشيل السالب، يعني بدي أجي أعمل إكس أكبر أو تساوي 6 أور إكس أقل من سالب 1. يلا مين بيعرف يحل هذا السؤال؟ بس شلت يعني أنا بس حذفت السالب. بتكون من سالب انفينيتي لستة. طيب لحظة شوي، بدنا مين بدي يجاوب؟ مين اللي بيجاوب معنا؟ روما. يلا يا راما جاوبي. هلا اول اشي بنرسم خط الاعداد. إذا نرسم خط الأعداد لحد الآن صح، هاي خط الأعداد وبنحط الستة وبتكون عندها مغلقة. وهاي الستة وهاي مغلقة، تذكر نوعها هاي الستة. الستة. وبنروح على وبعد اليمين ولا بروح على الشمال؟ على اليمين. ممتاز، بنروح على اليمين، يعني بدي أعمل هيك هيك وعلى اليمين. على اليمين. هاي إكس أكبر أو يساوي 6. طيب جميل، شو معنى أور؟ اور معناته اللي هو هذا يونيون اتحاد. يونيون يعني اتحاد. اوكي طيب وين اروح هلا بعدها؟ هلا بنجيب السالب واحد. السالب سالب، واحد بيكون اكبر من اكس، يعني بده يروح على الشمال على اليسار. لحظة شوي، السالب واحد وين ساكن؟ على يمين الستة ولا على شمال الستة؟ على الشمال. على الشمال، بدون عصبية. اوكي هاي على الشمال تمام، ما دام على الشمال اوبن ولا كلوز؟ مفتوح ولا مسكر؟ مفتوح لأنه مفتوح. ما في شيء. ممتاز، بحط إصبعي على الإكس وبيجي بحكي بدي أروح أنا على أرقام أصغر من السالب واحد. أعطيني أرقام أصغر من السالب واحد يا راما. سالب 2 سالب 3 ممتاز، يعني أروح على اليمين ولا على الشمال؟ تروح على الشمال. على الشمال. يلا ممتاز، إذا هلا بدنا نحط هاي الأرقام كلها مع بعض، الأرقام اللي هون كلها بدنا نحطها مع بعض، فشو بيطلع معي الجواب؟ طلعي بيجي كن بحكي معي. من ناقص انفينيتي لسالب واحد مش داخل، هاي كلها موجودة بالأخضر بدي أحطها، والأرقام من عند الستة داخل بالأحمر بدي ينحط، واللي طالع كلها بدي ينحط. فشو بطلع الجواب النهائي؟ يلا شوف انفينيتي لا انفينيتي جد والله، يعني الصفر يعني موجود، من الصفر سالب انفينيتي الصفر لستة. ها؟ من سالب انفينيتي لستة لأنه عندها مغلقة. يعني احنا قاعدين بنحذر هون، ما انت خلص الجواب الاول هو بحكم انك انت اخذتي صح على السؤال ولا اخذتي خطا عليه، لانه بالامتحان انت بتجاوبي بتتوكلي على الله وتفكر حالك بحل صح. فبدنا نفكر شو يعني اتحاد، ما دير بالنا شو معنى اتحاد. كل اتحاد يعني العناصر بدي احط كل العناصر اللي على الشمال مع كل العناصر اللي على اليمين كلهم، يعني بدي احط هذول كلهم في فتره واحده، كلهم هذول بدي احطهم في سله واحده كلهم. هل مسموح لي احط في السله، هل مسموح لي أحط في السلة أعداد زي الصفر؟ هل مسموح؟ لا هل مسموح أحط لا مش الواحد؟ داخل هل منه. مسموح أحط اثنين؟ هل مسموح لا أحط الثلاث؟ هل مسموح أحط الأربعة؟ هل مسموح أحط الخمسة؟ لا هذول معناته هذول إنه فتح. الأرقام اللي بحطهم، اللي بحط الأرقام هذول باخذ صفر، لأن هاي الأرقام لا هي موجودة في الفترة الخضراء ولا هي موجودة في الفترة الحمراء. فلما بدي أنا واجبي أحط الأخضر مع الأحمر. دكتور معناته بنسوي فترتين. من واحد سالب انفينيتي لسالب واحد مش داخل، وبعدين من ستة. بعدين من ستة داخل ولا مش داخل الستة؟ الستة داخلة هاي الستة داخلة لما لا بتكون نهاية. بإنفينيتي. ممتاز، هيك جواب صح، هيك جواب صح، أحسنتم أحسنتم أحسنتم. إذا هذا كل ما يتعلق في سكشن 0.2، وبهي الصورة بيكون سكشن 0.2 is completely done. بتأمل تكون الصورة واضحة للجميع.